يرفعون المحكمة الجنائية يقطعونه شنقونه والله لن تراجع على مبادئنا. صلاح بادي المطلوب دوليا رئيسا للاستخبارات العسكرية الليبية. تكليف أرادته حكومة الوفاق الوطني وميليشيات لواء الصمود التي يتزعمها بادي والذي يعتبر ذراع الإخوان في البلاد. خطوة اعتبرها سياسيون مخيبة للآمال، فبدلا من تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية التي طالبت به، عين بادي رئيسا لأهم جهاز عسكري في ليبيا. سابقا ظهر بادي عبر مقاطع فيديو اتهم فيها حكومة الوفاق وأطرافا سياسية مناهضة للجيش باحتكار القرار في طرابلس وعدم الاهتمام بمن وصفهم بالثوار، أي الذين يدافعون عن الدولة. بادي رغم قلة ظهوره الإعلامي في الآونة الأخيرة إلا أنه يتواجد بشكل دائم في محاور القتال رفقة عناصره. السجل الأسود لبادي يتمثل في حرقه مطار طرابلس عام 2014 وقيادته لأبشع الجرائم بما سمي فجر ليبيا قبل أن يطرد منها في عام 2017 وتورطه في عرقلة العملية السياسية داخل ليبيا وتقويض السلم بسبب دوره القيادي في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في أغسطس عام 2018. أشرف عبد الباقي، الحدث.